مين بيعرف يا حلوين هالأقصى اللي بنحبه ليلى 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 شو بيخلي المسلمين يتمنوا سافربه ليلى 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 أفضلوا تاريخه اللي جراله لو تسأل عن أمله بيتمنى يصلي في الأقصى يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب هذا المسجد تاني بيت مبني في تاريخ الأرض صلاتك لو في صليت أجر كبير سنة وفر حتى قبل ما انت بتكون قبلتنا في كل يكون كانت لقلوبه والعيون تستقبل بصلاة الأقصى يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب ونبينا محمد زاره ليل الإسراء والمعراج أنواره مع أثاره لسه فوق الصخرة صلب كل نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب فتحوا عمر بن الخطاب ورجال المقدس عرفوا أول ما شرف على الباب مفتاح الأقصى أعطوا ومحمد وصانا وقال لما بدنا نشد الحال يا بنروح الحرم المكي أو للمدني أو للأقصى يا رب نصلي في الأقصى يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب مرت على الأقصى أيام ضعفوا فيها المسلمين هاجمهم جيش الظلام واحتلوا أقصى سنين لكن زان صلاح الدين جيش الدين وملتزمين الله بالنصر المبين حقق حلمه ورجع الأقصى يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب والصهيوني لكن ما بينفعنا اللوم ولا بيرجع مسرانا واحنا لو كنا بنحلم بالأقصى نصلي وننعم تعرف شو قلنا بينزم مين اللي فيك بيعلم لازم يا أمه نتعلم لازم احنا نعد العدة لازم للعالم نتكلم نزرع هنا ونغرس وردة طاعة رب العز تعزك لا تخلي الشيطان يعزك نتعاون انا وانت وكل عودك نرحم الله مع الوحدة يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب والصهيونيين اليوم رجعوا احتلوا أقصانا لكن ما بينفعنا اللوم ولا بيرجع مسرانا يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا